إذن مشاهدي شوفتيفي، تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات. كنحييكم دين توجد في هذه الأجواء المسائية بطبيعة الحال. إذن كما عودناكم كنختار دائما مواضيع لكتم مواطنين، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو ما يقع داخل المدن بطبيعة الحال، أو شي موضوع اللي داير بوز وداير زوج بطبيعة الحال. إذا الموضوع تاع اليوم كنظن أنه واخا كان دار البوز غير في مدينة وجدة وخاص مدينة وجدة، ولكن راه كيهم جميع المغاربة، لأنها الظاهرة اللي دارت البوز في مدينة وجدة هي ظاهرة متواجدة بجميع المدن المغربية للأسف. إذن للنقاش والتواصل بطبيعة الحال إخوان أخوات، الرقم اللي بغيت توصل معنا عبر الواتساب بطبيعة الحال الرقم 0664-26-68-01، غادي تلقاوه في العنوان، غادي تلقاوه كذلك في في الكومنتير يعني في. إذن إخوان أخوات، هذا الأسبوع هذه كان دار واحد الفيديو اللي دار واحد جا كبيرة، وصراحة هذاك الفيديو بكثرة ما أنه مضحك إلا أنه يعني شنو غادي نقول لكم، كيزرع الرعب، لأنه كي كتتعلق بواحد القضية بالأمن الصحي يعني المواطنين والصحة تاع المواطن، يعني راه شي حاجة اللي صعيبة بطبيعة الحال. كذلك يعني هذيك الفيديو غير باش تعرفوا شنو كاين، يعني فضيحة بمعنى المقاييس، يعني باش تعرفوا القصة كما كتعرفوا بحكم العمل ديال رجال النظافة في أرضية الميدان بطبيعة الحال، كيدوروا كيتلاقوا مع مجموعة ديال الأشياء. إذا رجال النظافة كيدوروا لقاو في واحد الجهة سميتها المقسم، يعني في الزبل حاشاكم، لقاو رأس ديال حمار مسلوخ وبقايا ديال العظة ديال الحمار. إذا رجال النظافة للأسف ما عارفينش القانون، ما عارفينش مجموعة على الأمور، أنهم نورمالمون خصهم يبلغوا السلطات المحلية ولا الأمن الوطني. هما داروا واحد الحاجة أخرى اللي مشاو صوروا هذاك الرأس ديال الحمار والآخر، وتحط في الفيسبوك موقع التواصل الاجتماعي في مجموعة ديال لي باج اللي مشهورين في مدينة وجدة، يعني دار واحد الضجة واسعة. تواصلنا مع مجموعة ديال الأصدقاء بطبيعة الحال اللي قال لك ما كانش تقارير تاع السلطة ولا شي حاجة ولا هذه، يعني بقى هذاك الشيء لأن هاد الناس هادو ما بلغوش بطبيعة الحال. هي مزيان انهم داروا الفيديو هذه ولفتوا لي انتباه الدائره، ولكن كان خاص هذاك الحمار هذيك البقايا ديال الحمار بطبيعه الحال اللي كانت يعني موجهه للاستهلاك ديال البشر، يعني الناس اللي كياكلوه، يعني طالما هذاك الشيء تلاح يعني باش غادي تكون واحد الخليه ديال ليجيان اللي غتشوف هذاك الحمار كيفاش وهادي والسيكتور واش كان شي كزان تما واش كان شي مول سونتويتش واش هادي واش هادي. اذا شنو غادي نقول لكم، يعني هذا الشيء هذا كيشكل الخطوره ديال يعني واحد الخطوره على المواطنين، يعني باش غتشوف نتايا كما كنقولوا حنايا حمار مليوح في الزبل ومسلوخ، يعني شنو غادي نقول لكم، الساكنه تاع مدينه وجده وهذا الشيء هذا راه في جميع المدن المغربيه راه كياكلوا اللحم ديال الحمار. يعني هاد الناس ملي زعموا بهذا المعنى يذبحوا حمار ويسلخوه ويطحنوه كفته ولا يصابوه صوصيص ولا يديروه بودان ولا اي حاجه اللي متعلقه يعني بالاكل، ولا خصوصا الماكولات الخفيفه لي ساندويتش، نتمنى تبارطاجيو معنا هذا المباشر الله يجازيكم بخير. لي ساندويتش ولا هضرنا على لي ساندويتش، راه لي ساندويتش راه ما كيتباعوش غير في لي سناك، ولا راه كيتباعوا صحاب الكرارس كيتباعوا في لي سناك في مطاعم كبيره، ما عرفناش هاد اللحم هذا فين كيمشي بالضبط. حنا كنا كنعرفوا الذبيحه السريه ما كيفوتش عليها الطبيب، اللحم تاع النعجان تاع هذه، يعني اليوم الامر تطور واصبح خطيرا جدا، يعني واحد الدرجه تاع انه رجعنا ناكلوا اللحم تاع الحمار. يعني كي غادي تمشي تاكل كفته ولا شي حاجه ما غاديش تحس، غادي يجيك بحال اللحم وصافي، يعني لان اللحم ديال الحمار حاشاكم ولا البغل ولا هذه راه بحاله بحال اللحم ولا الكلب ولا ما غاديش
هما هاد الناس يعني متمكنين بزاف انهم كيجيو كيزيدوا له الصباغه يزيدوا له مجموعه تاع الامور وهذه وهذه، كيبان لك انه لحم الكفته ديال العود خصوصا كي كتدخل يقدر قزار يبيع هاد اللحم تاع الحمار، يقدم ولا ساندويتش هذوك اللي كيبيعوا الكفته اللي كنسميهم خنز وبنين بطبيعه الحال. يعني هذه فضيحه كبرى. اول حاجه هاد الناس هذو كنقول لهم اتقوا الله، لان مؤخرا كان واحد الريستورون هنا مدينه وجده، بلا ما غادي نذكر الاسم باش ما نطيحوش في التشهير بطبيعه الحال، في الجهه ديال القدس مجيد الجامعه، مشهور شهير مدينه وجده، على ما وصل الى علمي وصلت 500 حاله تسمم. تخيلوا نتوما 500 حاله تسمم، من بعد السلطه سدات لهم مجموعه تاع الامور. يعني حنايا في ظل ديال ارتفاع الاسعار والحسن العوان ديال العائلات ما كيقدروش مساكين يشريو اللحام هذه هاد الناس كيستغلوا هاد الظرفيه، انه انت كتجي طيح على مولا ساندويتش مثلا، كتلقى انت مثلا ساندويتش داير 15 درهم، ولا تاكوس مثلا داير 20 درهم وعامر فيه الفريت فيه هذه، وكتاكل وكتشبع وهذه وكتقول رخيص هذا كيتهلا، ولكن هنا كتبقى علامه الاستفهام هذاك اللحم اللي راه كاين تما. بعض المرات كتحس بشي بنا لي في شكل، بعض المرات كتمرض شتك لا دياري شي تسمم لا يسرق، وقع حتى شي كونسير شي فيروس اللي بزاف تاع الامراض. احنا ما عرفناش هذاك الحمار شنو فيه، كان دي فيروس اللي كاتاكيو الكبده، كان اللي كي اتاكيو ليستوما المصارن، مجموعه تاع الامور. يعني اليوم رجعنا كنخرجوا ناكلوا ما تعرفش واش تاكل. واحد الوقيته كندير واحد الروبورتاج في القناه الثانيه نتاع ديال الدجاج، يعني شفتوا نتوما جا الناس كتمشي كتشري دجاج ميت ومريش ومريقل وهذه بجوج دراهم ثلاثه دراهم للدجاجه، وقال لك كاين دي ريستورون كبار مشهورين في كازا كيجيو ياخذوا هذاك الدجاج، يعني جايف كتاكل دجاجه ميته يعني جايفه بهذا المعنى هذا. يعني امور خطيره صراحه، يعني صبحنا كنشوفوها. الاخوان كما قلت لكم كان الرقم اللي بغى يتواصل معنا عبر الواتساب يناقش معنا، ولا شي تجربه نتاع شي تسمم، ولا شي ناس اللي شك فيهم كيبيعوا مثلا شك فيهم ولا شي حاجه، لانه باش تكون مواطن صالح بطبيعه الحال راه خصك ماشي عيب انك تبلغ السلطات المحليه ولا السلطات المعنيه، ماشي عيب انك تمشي وتهز التليفون ولا تمشي عند عون السلطه ولا عند البوليس ولا مهم. السلام عليكم الله يرحم الوالدين، هذاك السيد راه كيبيع لحم خانز ولا دابا كاين حتى واحد الاشكال. حنا كتجيب واحد الدجاج خانز مثلا للدار، يعني من ريستورون ولا شي ماكله خانزه ولا هذه، وضح حرام دارنا وفعلنا وكذا وهذه وترميها. لا ما ترميهاش اخويا، سير غدا لي شد اخويا داك الشيء وسير ديكلاري وتجي لي جيان وتجي مجموعه تاع الامور وهذه وتحاسبوا مع داك السيد، لان كاين مجموعه ديال اصحاب المطاعم اللي ما كيخافوش الله كيبيعوا الربح السريع، عارفينش بلي انه غادي يجي واحد النهار اللي غادي يموت له شي واحد ولا هذه ولا هذه. كذلك احذركم من لي صوص، هذيك صوص الجيريا لا صوص اندالوس كيتشوب مايونيز ما هذيك، هاد الناس هادو شنو كيديروا؟ انا نعطيكم انا غير واحد المثال. بعض المرات كتكون دور في السوق كتلقى الشكلاط كتباع لي صوص وهذه كاشير، كي كتشوف المده نتاع الصلاحيه ديالها كتلقاها بلي انه بقيت لها شهر وتسالى، اللي بقيت لها 15 يوم كان اللي بقيت لها 5 ايام، وكيبيعوها بواحد الثمن بخس. الوغ هذوك الناس شنو كيديروا؟ كيهزوا هذوك الاخر كيشريوهم بالقرو اللي باقيه 5 ايام اللي باقيه سيمانه وهذه، وكيبيعوا يبيعوا للناس. وحنا الاغلبيه فينا ما كنشوفوش ليضات، هذه الحاله الاولى كتبقى عند موصلاك تما كيستوكيها كدوز الهرادات هو ما شاف الطاقة ويعطي للناس السم. لأن واحد الوقيته راه أنا مايونيز في وجده قتلت شي ما نعرف شحال من واحد، هذاك السناك راه شد كان السناك اللي مشهور، هذه مايونيز فيها تسمم وقع اللي وقع كما كنقولوا حنا. كاين واحد الناس عاوتاني اللي كيشريو هذه المواد اللي منتهية الصلاحية واللي هي أساسا خاصها تطرمى وتحرق، كيشريوها بالقرو وكتلقى عندهم طباعه وعندهم جميع الامكانيات باش انهم يبدلوا لومبالاج يبدلوا التاريخ وداك الشيء وهذه، وكيبغاو يليفريو لي سناك بواحد الاسمنه اللي رخيصه. انا مثلا هذيك لاصوص الجيريا مثلا نفرض
مولف انا كنمشي نشريها من عند واحد الانسان لي كونفيونس مثلا كيحسبها لي 70 درهم للقرعه. سي نورمال الى جاني واحد يقول لك انا كنبيعها مثلا ب 40 درهم. هادي تسولوا مثلا علاش 40 درهم؟ حيت عندنا لو ستوك بزاف كنشريو، عندنا واحد الفورنيسور اللي كيحسب لنا وكذا وهذه وهذه وهذه. هذه كتشريها ب 40 درهم مثلا القرعه، انت كتقول انا رابح. انا عوض ما غادي نشريها 70 درهم، انا رابح 30 درهم كما كنقولوا حنايا. وكان اللي يسدفها تما كاع عنده في السناك يعطيها للناس و ميم طون يبيع. بهذا المعنى وزيد لكم على القضيه الاخطر من الامر، راه حتى الى ما بانش فيك الله يستر خوتي. هادشي اللي كنقول لكم الخطير بزاف، راه ما يعني ماشي ساهل بهذا المعنى. مي حتى لما بانش فيك التسمم جاتك اعراض على ضياري والله يستر ولا شي واحد مات، كاينه قضيه اخرى هو الموت الباطئ. لان هاد لي صوص هادو فيهم دي برودوي شيميك كي كتنتهي الصلاحيه ديالها كترجع مواد مسرطنه. اذا ركزوا لي على مواد مسرطنه. طيب شنو هي مواد مسرطنه؟ هي الموت الباطئ. كتاكل عند هذاك وكتاكل عند هذاك وكتاكل عند هذاك، من بعد دوز واحد السنوات كتلقى راسك الله يستر تصابيت مرض السرطان. علاش؟ بسبب ديال الماكله ديال الزنقه، هذاك الشيء اللي كنت كتاكلو. وراه بزاف تاع الناس اللي كيقول لك شكون سبابه، سبابه الماكله تاع الزنقه. مسكين راه مريض، مرض ب راه مرض بالكونسير. ولكن الى جينا نخمو هذه المواد المنتهيه الصلاحيه هي اللي كتسبب هذه الامراض السرطانيه. انا واخا ما خصنيش نقول هذا، انا كنفضل انه تبان فيا الاعراض وتجيني لا ديالي ونمشي للسبيطار وعطيني التريتمون والدواء وكذا وهذه، ولا انه داك الشيء على المدى الطويل عاد يبان فيا الله يستر ولا لقى كونسير في الاستوما ولا في المصران ولا شي حاجه، ومن بعد غادي الطبيب بخلاصه يقول لك اودي سببك الماكله تاع الزنخه. الطبيب يقول لك سببك تاع الماكله تاع الزنخه، بصح ما غاديش يحدد لك واش كفته واش ليصوص واش الزيت. لان خصكم تعرفوا الزيت تاع الفريت كي كتكون خاسره الله يستر راه كدير السرطان. ليصوص كذلك، يعني مواد ماشي بيو، فيهم مواد كيميائيه. هذيك البطاطا نتاع الفريت اللي كناكلوها للاسف انا كناكلها، يعني ما باش ننتقد حتى انا راسي وتا انا بهذه المناسبه نفيق كما كنقولوا حنايا. هذيك سميتها البطاطا اللي كان ناكلوها واجده وكونجلي وداك الشيء راه خطيره جدا على صحه الانسان. زيد لها عاوتاني الزيت، زيد لها هاد لي صوص. انا قلت لكم يعني مجموعه ديال الاسباب اللي يعني الغش. يعني دابا ما بقاش غير في هاد الشيء هذا، راه دابا كما كنقولوا حنايا الله يستر ما عرفناش رحنا كناكلو واش هذاك اللحم ديال مثلا. الى بنادم ما يبيع لك قنينه تقدر الله يستر تكون ماشي قنينه، يكون مش، لان الصاله ديالها بحالها بحال بحال للاسف بحالها بحال المش، نفس لاطاي نفس لافورم كما كنقولوا حنايا. الى الله يستر تمشي تشري اللحم ديال 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 ديال, ديال الكفته مع الجزار هو باعي لك حمار، ولا كتمشي عند مول ساندويتش كتاكل الكفته ضرب الكفته مع راساتك وهذه وهذه وبنينه وزوينه ويدير لك فيها شويه الحار ويدير لك العطور ما كتحسش كاع بهذيك الكفته واش تاع عود ولا حمار ولا كلب ولا منين بغي كيخشي. علاش كيقول لك عند رخصو كتخلي نصو؟ دابا المشكله حتى هاد الناس اللي كيبيعوا الله يستر الكفته تاع الحمار والكفته ديال الكلاب حتى هما فيهم جوج تاع لي كاتيجوري، فيهم شي وحدين اللي كيخافوا الله. اي بمعنى يبيع لك اللحم الحمار ولكن الساندويتش يكون رخيص يعطي للدراوش، هذا فيه شويه ديال الرحمه. واخا ما انا كيبيع اللحم تاع الحمار كيرفع على الدرويش. اشوف لي الصعيب والواعر اللي عنده واحد السناك اللي هاي كلاس ويبيع لك الطاكوس ب 50 درهم 55 درهم. نعم اسيدي، وهو كيوكلك اللحم ديال الحمار وديال الكلب. واحد المرة أنايا مشيت ناكل في السعيدية دومونديت كفتة الإخوان، وهادشي اللي غادي نقول لكم خطير جدا، ولكن الحمد لله درت الإجراءات اللازمة، الناس تاع السلطة دخلوا سدوا له هذاك السيد الحمد لله. جاب لي كفتة من برا، كفتة يعني كي كتشوفها كفتة من برا، كي حليتها لداخل خضرة باقية خضرة. كليت، كي كليت ما فيهاش كاع من كفتة بحال اللي كتاكل البلاستيك.
كي بقيت نشير شي ديكلاريت كذا هادي شنو السيد كيدير؟ السيد كيشد الكرشه ديال الحولي سي عبد الرحيم تخيل نتايا وكيطحنها وكيزيد فيها الصبغه وكيشويها على الناس يعطي الناس على اساس كفته انت كي كت مع الخبز وداكشي ما تبانلكش المونضه وتبانلك دايره بحال البلاستيك يعني امور اخوان لي خطيره لهذا ضنح والدين خاصة تدخل السلطات المحلية. أنا عندي واحد الفكرة وكان عارف أنه أصحاب الحل والعقد شي واحد يعني من مسؤولين ولا هذه غادي يكونوا معنا في المباشر كان واحد الاقتراح هو أنه يكونوا واحد اللجان اللي يدوروا على لي سناك على لي ريستورون على أصحاب الكلاريس ماشي جوج مرات ندير واحد الحمله واحد الشهر مثلا يوميا يدوزوا عليهم السلام عليكم لا كارت نتاع ناسيونال لادريس ديالك المسائل ديالك هذه تقي عمرو هذيك الافيش وكل افيش بعينه هزلو غير واحد المورصو قول له غادي نديو هذا نحلوه ومشي للابوراتور هذاك الشيء تعرف واش ديال الحمار ولا ديال الكلب راه غادي يشدو بزاف تاع الناس اذا واش بيريمي واش مجموعه تاع الامور وغادي يشدو يعرفوا كي غادي يطيح على بنادم على غفله ما غاديش تفتشلو النظافه ولا هذه لا السلام عليكم انت كزار واخا السلام عليكم غادي ندير لك عينه مصوصات وغادي ندير لك عينه من هاد الكفته طق يديروها في هذيك الخنشه ولا شي حاجه ودير لها واحد لافيش سميت الكزار لادريس ديالو من التليفون لا كارت ناسيونال مسائل روجيس كوميرس طق هذه وتمشي للابوراتوار تحلل هذه كفكره مو حتى هذيك نمشي ودي شوف لي جيان شوف الكفته من جبتها ارى البون ارى كذا انا كنظن حتى لك قضيه نتاع البون والطبيب وكذا وهذه يقدر يكون فيها الزوير يقدر فيها مجموعه تاع الامور ماشي كيما نطيحوا على الكفته نهزوها نديوها لابوراتوار نديروها التحاليل نعرفوها واش حيوان حماري ولد عائله ولا كلب ولد عائله اختطفوه مشي دار وذبحوه بان لهم ربيكو زوين شي جيان بوليس يكون كما كنقولوا حنايا ولا شي لحم ديال شي خروف اللي هو على اساس نعجه نتوا ولا هذاك الخروف مريض فيه شي حاجه ولا لحم عود ولا ما دابا بحال مثلا انا نقدر ندير الثقه في هذاك اللي كيبيع لحم العود وما نديرش الثقه في الجزار اللي يبيع اللحم ديال الحول باش نشري عليه اللحم ديال العود وعارف اللي ما غاديش يكذب عليا اللحم ديال العود وحتى الا كان حمار ماشي مشكل المهم انا بغيت غير ما خص تكون اجراءات صارمه خص تكون مجموعه تاع الامور هذه المعاقبه لان هذا الشيء هذا راه كي 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 هذا الشيء راه اكثر من كورونا اكثر من البق خطير راه انت ملي مثلا واحد يبيع لي ساندويتش خطير بزاف وخصوصا هذوك الناس اللي كيبيعوا لي ساندويتش راه كندوزوا على دي سناك اللي نصورهم لكم راه ما تلقاش بلاصتك وشوف انت في النهار شحال اللي يبيع مسون شحال سي عبد الرحيم يكونوا يبيعوا ساندويتش في النهار 1000 500 مثلا 1000 وتخيل انت 1000 واحد جهه تسمم وهذيك ال1000 واحد كلها تموت يعطيكم غير مثال مثال واحد الوقيته اللي كانوا هنايا ماتوا هذا واخا ما داخلش في سياق الموضوع ولكن نعطيكم غير مثال حتى هو تسمم سبعه شربوا الشراب شربوا الشراب على شي واحد قراب وهذاك الشراب مخلط بشي مواد ديال التنظيف ولا شي حاجه والناس ماتت يعني الناس ماتت كما كنقولوا حنايا توفات يعني ماتوا سبعه وتخيلوا نتوما هذاك القراب وكان كانوا يشربوا عليه مثلا واحد 100 سكايري ولا جات في واحد الوقيته مثلا ديال 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 كورونا اللي البيران مسدودين واللي مزيان ما كانوا طالقين البيران ده. تخيلوا انتم كانوا البيران مسدودين داك الشيء وداك الشراب مغشوش ويشربوه الله يهديهم هاد الناس اللي كيصدعوا الناس بحال المهم يعني تخيلوا انتم شحال غادي يكونوا ديال الضحايا الى هذاك مول الشراب شرات عليه غير 50 واحد داك الشراب مسموم تموت 50 واحد نفس القضيه اللي غادي توقع الله يستر معنا مداخلات معنا اول حاجه سي احمد مساعد اعلامي يعطينا الراي ديالو في هذه الظاهره ونشوفوا معنا عاوتاني واحد ضيف اخر سي عبد الرحيم والاخوان الله يجازيكم بخير اللي بغى يتواصل معنا عبر الواتساب يتصل بينا دابا مرحبا باش نوسعوا النقاش
وتعطيهم ونفيدوا الناس بهذا المعنى هذا. انا راه الاشاره ها هو الواتساب راه خدام كما قلت لكم، الرقم اللي بغى يتواصل معنا دابا سواء مهم اللي عندهم تجارب اللي بغى يعطينا نصائح ولا مهم قيدوا اللي باغي يتصل دابا قيدوا 0664 26 68 01. هذا الرقم هذا فيه الواتساب يتواصل معنا دابا ونناقشوا على المباشر بطبيعه الحال. هذا مباشر للسي سي احمد، مرحبا بك معنا كنشوف تي في. عطينا الراي ديالك في هذه القضيه ديال هذا الناس اللي رجعوا يدعوا الحمد لله الحمير الحمد لله الكلاب. فعلا هذه الظاهره هذه مشينه اللي ما كناش متعودين احنا كمجتمعات مغربيه، خاصه مش في مدينه وجده. يعني بعد الفيديو المتداول بعد يوم شي تقريبا يومين 48 ساعه تداول واحد الفيديو ديال واحد الرجل النظافه، كان في مهمه لي لانه باش يجمع النفايات، فاذا به يتفاجأ ببقايا ديال واحد الحمار يعني مرميه بها يعني بالراس ديالها مسلوخ. للاسف ان الدائره هذه يعني ما عرفتش انا نشدد نطالب بالسلطات، وخاصه كما بعد مده من تقريبا شهر كان ان واحد المطعم تسمم وتسدت له السلطات، يعني حد الان باقي مسدود. يعني هذا التسمم ناتج عن انه عدم المراقبه في المنتوجات المقدمه لدى الزبناء او اللي كيتوافدوا على المطاعم او السناكات. لهذا انا نطالب السلطات ان باش تسدد الزيارات للمطاعم وشوفوا شنو كيقدم. صراحه السي احمد قلت لهم كان السلطات ولا معنيين بالامر يدوروا على هاد صحاب لي سناك وهادي يهزوا غير عينات ويديروا دي فيش فيها المعلومات تاع دوك الناس اللي يهزوا عليهم ويديهم للمختبر يشوفوا واش هذاك يعني خروف ولا حمار ولا هذه ولا كلاب ولا غادي يقدروا يعرفوا، عوض ما انهم يراقبوا غير القضيه تاع النظافه. اكيد يعني خص ياخذوا عينات، مي غيديروا المراقبه يديروا مراقبه شموليه جميع المطاعم والصناكات المتواجده في مدينه وجده. كما نلاحظوا انهم جيت الجامعه لحيت جميع الطلاب بحكم ان تواجد الطلبه والطالبات بشكل كثير، لانهم كيتوافدوا انه كياكلوا في المطاعم والصناكات ومتواجده بشكل كثير تما، نطالب انه ياخذوا عينات تقريبا ياخذوا عينات من المواد المقدمه سواء اللحوم حمراء او بيضاء سواء توابل او مواد حافظه. هذه كلها انه الا فاتت المده ديال الصلاحيه ديالها راه تولي مضره للصحه ديال الانسان او مضره للزبون لانه كيتوافد على ذاك المحل. وهذا يعني وهذا الفيديو هذا اللي انه حقيقه يعني كيقولوا انه قديم وش كيقول جديد، ولكن هو جديد يعني صراحه هو جديد انه هذاك رجل النظافه ما قامش بالاجراءات القانونيه لانه كان خصو يبلغ عون السلطه اللي قريبه في ديك المقسم، حي المقسم معروف تما، كان خصو يعلم عون السلطه وتجي السلطات وتجي الشرطه انه باش يديروا محضر، وتما من بناء على ذاك المحضر باش انه يشدوا يشوفوا انه هاد البقيه ديال الحمار انه واش كان مرمي في ديك البلاصه ولا جابوه من جهه اخرى ورماوه تما ولا يعني للاسف هاد الدوره خاصها تحارب يعني، ونطالب انه السلطات باش تكتف المراقبه في خاصه جميع المطاعم والصناكات لانه كيتوافدوا عليها يعني الزبناء بشكل كبير، خصوصا في المحيط نتاع الجميع من الطلبه مساكين ما كيطيبوش بغيو ياكلوا الاكلات الخفيفه. هذوك الناس كيستغلوا يعني اكيد الضعف تاع هذوك الناس، ماشي الضعف يعني الناس كيبغي يقتصد داك الشيء وكيبقاو يعطيهم يعني الحين. وحنايا كيقول لك حنا كنموتوا على الحجار الرخيصه اكيد خاطر الامر، وكان غير يجيك الوجع تما مشي للسبيطار ديالك الدواء اكيد الامر. سي احمد هو انه بالمطول هادوك فيهم مواد مسرطنه اسباب تاع الامراض تاع الكونسير من هاد الماكله تاع الزنقه. اكيد وخاصه تشديد يعني هاد المحلات راه يعني اكيد راه مرخصين من عند السلطه، عندهم رخصه باش كيزاول ديك المهنه ديال المطعم او ديال السناك، ولكن كاين بعض الكرارس اللي يعني بهذا المعنى بهذا الدارجه باش ندرجها باش الناس تعرف، كاين كرارس اللي انه ما عندهمش لا رخصه ما عندهم لا رقابه ما عندهم كذا وكيديك الروصه. وانا ما كنحاربش القوت الرزق ديالو، ولكن دار خصها تكون يعني التقنين
تقريبا هاد العربات هادو المجروره اللي كيديروا السناكات وكيبيعوا يعني بواحد الثمن رخيص على المحل التجاري اللي كيسوف في الشروط لانه كيخلص ضرائب. يعني هادو كيشكلوا خطر، يعني حنا ما كنحاربوش على الرزق ديالهم، ولكن لابد انه هذه الصحه حمايه الصحه ديال المواطنين خصهم المراقبه وخصهم يعني يضربوا يد من حديد وتكون المسائل مقننه، حيت المقاول الذاتي راه كاين. يعني عربه مجوره يدير مقاول ذاتي ويخلص ضريبه حتى هو، ويكون حتى هو يعني محمي نفسه وكيحمي حتى الناس اللي كيجيو ياكلوا عنده. سي عبد الرحيم معنا. سي عبد الرحيم حتى هو فاعل جمعوي وعضو في المنظمه، رئيس ديال من ديال منظمه ديال منظمة ديال حقوق الإنسان ومحاربة الفساد هنايا بمدينة وجدة، رئيس ديال واحد الفرع ديالها. المهم هو غادي يعرفنا بالنفس ديالو وعطينا الرأي ديالو في الموضوع. سي عبد الرحيم تفضل. السلام عليكم. بالنسبة لهذا الأمر هذا السي طارق، راه خص تدخل السلطات المحلية في هذا الموضوع هذا، اللي خصها تكون واحد المراقبة متداومة، ماشي غير مرة مرة، خص في الشهر واحد ثلاثة المرات أربعة المرات يدوروا على السناك يشوفوهم، يشوفوا النقاوة ديالهم، يشوفوهم واش هادوك لي سناك كيمتازجوا بالشروط نتاع الصحة، واش نقيين، ويديو عينات ويديروا لهم تحاليل. لحقاش هاد الشيء راه خاطر؟ اللي حنا نشوفوه كنشوفو حمار ولا بغل دابحينو ومفصلينو تما، هاد واش حنا ناكلو؟ حنا ناكلو غير ما عارفينش دابا واش حنا ناكلو، مابقيناش نتيقو كاع. هذا مشكل كبير، خص المحاربه ديالو وخص الرقابه، خص المراقبه. المراقبه خصها تكون، في جميع لي سناك تاع وجده، خص يكونوا المراقبه، بنادم يراقب. بعض لي سناك كنسمعوا الناس عندهم سوابق في هذا الشيء هذا، وعندهم سوابق، وكاين لي سناك اللي كيعمروا الماكله وكيبيعوا بواحد الثمن بخس، هادو خص بنادم يدير منهم اتونسيون، يعرف واش راه ياكل. لحقاش غتكون واحد الحاجه تما صافا با، حيت ما غتخرجوش. الناس كتدور على الربح السريع على ظهر المواطنين. الاخوان الاخوات الله يجزيكم بخير، بارطاجيو معنا مباشر، وكنتسناو الاتصالات ديالكم. مازال حد الساعه مازال مستنى حتى شي اتصال. نتمنى انه شي واحد شي جمعاوي ولا يعطينا الراي ديالو، ولا مهم باش كما كنقولوا حنايا نفيدوا الناس والرساله توصل للسلطات المعنيه في مدينه وجده بالخصوص، وكذلك بجميع المدن المغربيه، لان هذه الظاهره هذه ما موجوداش غير مدينه وجده كما كنقولوا حنايا، يعني راه موجوده بجميع المدن. هادو خلاو لا طلاص، هادو يمكن هادو ديبيتور، هادو ديبيتور عاد دخلوا في هذا المجال، واه يذبحوا الحمير ورميهم في الزباله وما ضربوش الحساب اللي غير هادشي غادي يدير ضجه وكذا وهادي. ولكن راه ربي كيبغي يفضح، ولكن راه كاين ناس اللي بروفيسيونال كيشد داك الشيء، يقدر يديروا فلاسيد، يقدر يطحنوا كامل يرميه في شي بلاصه، يقدر مهم كما كنقولوا حنايا يعطيه الكلاب ياكلوه، يعني ما كيخليش المعالم تاع الجريمه باش تعرف انه نتايا هذاك اللحم تاع حمار ولا كلب ولا كما كنقولوا حنايا. دروك المخيف جدا هنا في مدينه وجده، خصوصا مع تفاخم ظاهره الكلاب الضاله. سي عبد الرحيم، يعني في وجده رجعات معروفه بواحد العدد هائل ديال الكلاب الضال. كارثه، يعني راه كارثه لا كاينين غادي تلقاهم دابا فايتين واحد كاينين، يعني كاينين بزاف. تخيلوا انتم غير شي واحد من هاد المرضى اصحاب للتجار يعني بالمآسي تاع الناس بالامن الصحي، تبان له بروجي واعر غادي ينزل على هاد الكلاب هادو واحد بيكوب ولا، ويبدي في الليل جمع 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 ويديهم لشي بلاصه، ويبدي يذبح طحن الكفته وكذا وهذه ويعطي للبشر. وتخيلوا انتم، انا يعني هادو كنعتبرهم مواد اوليه راها موجوده في الشارع كاع، والحمير راهم رخاص قلال ورخاص، وتشريهم بالفلوس كما كنقولوا حنايا. بغيت تشري حمار باش تذبحو ولا ما غادي تمشي تشريه، شحال يدير الحمار احمد؟ 70000 700 درهم تشري حمار، هذيك 700 درهم حمار قدو بالقداش تعرف شحال يخرج لك ديال الفلوس ولا. الكلاب ما غادي تشريهم حتى شي حاجه، غادي تدور في الزنقه ويبان لك كلاب وهز ودي
ذبحوا كارثه، قطع الكبده ديالهم. نعم سيدي، وطحنوا المسائل ودير لها الصباغه. هذا يتصاوب في بودان، هذا في سوسيس، في هذا في الحوايج اللي ما كيبانوش، والكفته حتى اللحم ما غاديش يبيعوا لك هكا، تقدر تعيقبه كفته يقدروا يطحنوا معاه اللحم كاع تاع الحولي، ماشي مشكل. شويه هاك شويه هاك شي بركه، وعطي عطى للشعب ياكل طبيعة الحال في ظل عدم توفر المراقبه. وهذه مسؤولية على السلطات، ما غاديش نقولوا حنا السلطه ما خداماش، بالعكس السلطات يعني المحليه في جميع الجهات وخصوصا في مدينه وجده كيقوموا بواحد العمل جبار، وغادي نركز خصوصا على الناس ديال الدوائر. يعني الا قلنا السلطه غادي نهضروا على القائد والقائده واعوان السلطه وداك الشيء، يعني كيخدموا واحد العمل جبار بهذا المعنى هذا صراحه. يعني في جميع الدوائر في مدينه وجده رجال السلطه خدامين دايرين الخدمه ديالهم، خص التكتيف واللي موايه مجموعه باش غادي يكون هذا التكتيف. راه خص يكون تنسيق مع الجماعات تاع وجده بطبيعه الحال، مع جهات اخرى، وزاره الصحه، هذيك لونسا ولا سميتها، المهم بزاف يعني كما كنقولوا حنايا الناس على الفلاحه، طب البيطاري، رجال الامن الوطني اللي حتى هما كيديروا واحد المجهودات جباره بطبيعه الحال. وطالما اننا درنا نداءات ولا تواصلنا مع ناس مسؤولين اللي دائما انهم يعني سير بلاص كتقضى القضيه، يعني ما كيكونش مشكل، يعني يكتفوا الجهود باش نحاربوا هذه الظاهره، لان هذه كتشكل خطوره على الامن الصحي. يعني كما قلنا لونسا او المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه بهذا المعنى هذا. شكرا سي عبد الرحيم اللي نبهتني. كما كنقولوا حنايا خاص تندار واحد استراتيجيه ديال العمل بطبيعه الحال، ما غاديش نعرفوا اكثر من المسؤولين بطبيعه الحال، ما غاديش نعرفوا اكثر من لي سيرفيس، يعني المصالح اللي كتهتم بهذه المساله ديال الامن الصحي ديال المواطن، لا مراقبه الاغذيه ولا مراقبه الاسواق ولا مراقبه اللحوم ولا و و و و, و, و الى اخره بطبيعه الحال، الى اخره بهذا المعنى هذا. ولكن خاص واحد الخطه ديال العمل. كاين ناس دي استراتيج كيعرفوا، عندهم افكار، عندهم يعني سهله. تقدر كل قياده، السيد الوالي مشكور يقدر يكلف هاد الناس ولا الكاتب العام ولا الناس الداخليه يكلفوا يعني القيادة نتاع كل جهه، وكل جهه دير واحد اللجنه كما كنقولوا حنايا، فيها الطب البيطري، فيها الناس تاع وزاره الصحه، فيها كذا، وهادي وكل نهار كما كنقولوا حنايا، ولا لجان يخرجوا في نهار واحد، لانه الا خرجوا في ايام متقطعه غادي نلفتوا الانتباه لهذوك الناس، غادي ما يخليوش كما كنقولوا حنايا. في نهار واحد تندار واحد الحمله كبيره كما كنقولوا حنا، كل جهه، كل قائد ولا قائده، ليكيب ديالها، الناس تاع القوات المساعده، الامن الوطني، الناس تاع مكتب ديال 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 الصحه، ديال المسائل، وهذه عندهم لوجيستيك تبارك الله، عندهم مسائل، ويخرجوا ويطيحوا على هاد الناس اللي كيبيعوا لي سناك، يبيعوا له ساندويتش وداك الشيء، يديو عينات وهذه، وكونوا يعني مأكدين انه غادي يلقاو فضائح كبيره بطبيعه الحال، وغادي بزاف تاع لي سناك اللي غادي يتسدوا، بزاف تاع المطاعم اللي غادي يتسدوا، بزاف تاع الناس اللي غادي يمشوا للحبس بهذا المعنى هذا. إذن بلا ما نطولوا عليكم، نتمنى انه يكون كنا عند حسن الظن بطبيعه الحال، تكون الرساله وصلت، ونتمنى الخير للجميع بطبيعه الحال. إذن تحيه طيبه للاخوان اخوات، والاخت اللي هملها الكلب ديالها ان شاء الله تلقايه، ما يكونوش داروه صوصيط ولا كفته. الاخت اللي نشت واحد الاخت هنايا في لي كومونتير دارت بلي انه راه الكلب ديالها ضايع، اما راه غادي يكونوا ذبحوه كلاوه، ولا غادي يكون اختي خداوه الا كان شي كلب ماشي فصيله اللي نادره بطبيعه الحال، راه غادي تلقايه تباع لشي واحد، ولا داوه لشي فيرما، ولا داوه لشي مدينه اخرى، لان ما غاديش يلقاوه هنايا، حيت انت غادي تمشي السوق تاع الكلاب غادي تقلبي وتقدري تلقايه وتقول لهم هذا الكلب ديالي. اذا كنتمناو ان شاء الله الخير للجميع، نتمنى ان شاء الله انه الرساله تكون وصلت للسلطات المعنيه. بالعكس حنا كنحاولوا نناقشوا القضايا تاع المواطنين وديال المواطن ديال الوطن، يعني سواء هنايا على المستوى المحلي ديال عمله وجده، ولا على مستوى ديال الجهه، ولا على مستوى ديال
الوطن الحبيب بطبيعة الحال من طنجة للقويرة ومن وجدة لكازا. إذا تحية طيبة، وبطبيعة الحال يعني تحت القيادة السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس الراعي الأول يعني والأب الحنون ديال المغاربة. نتمنى له الخير إن شاء الله والشفاء العاجل، ويحفظ ربي الأسرة ديالو بطبيعة الحال الأمير ولي العهد مولاي الحسن مولاي رشيد وكافة الأسرة العلوية. ونتمنى الخير لهذا البلد الأمين ديالنا، هذا البلد تاع الشرفاء اللي كنقول لكم أنا يا رغم كاين فاسدين بعض الفاسدين، رغم كاين مجموعة تاع الأمور اللي كاين مجموعة تاع الدول، إلا كيبقى هذا الوطن حافظ ربي وعندو الرجالات ديالو اللي راهم كينقيوه شوية بشوية إن شاء الله باش تكون أمور مزيانة للمواطنين ولا الأمن الصحي ولا في الإدارة العمومية ولا في المجموعة تاع الآخر إن شاء الله. وإن شاء الله نكونوا ديما الطوب ونكونوا بخير.